أهلا وسهلا مساء نور. اليوم كان في اجتماع بجدة مجلس التعاون الإسلامي حول الأحداث التي حصلت في قطاع غزة، وفي موقف سعودي دائما نطرح حواليه مجموعة تساؤلات حول إمكانية تطبيقه، يعني هل هو قابل للحياة أو غير قابل للحياة. ودائما هذا الموقف السعودي يعود دائما إلى المبادرة العربية للسلام، ويعود إلى حل الدولتين بظل صراع دموي في قطاع غزة. برأيك دكتور، هل لا يزال هذا المشروع على قيد الحياة، وهل يمكن أن نطرحه اليوم في ظل هذا الصراع؟ أولا دعيني أعبر عن تضامني الكامل مثل ما هو تضامن أهلنا في المملكة العربية السعودية حكومة أيضا وشعبا مع فلسطين اليوم، فلسطين التي تناضل من أجل أن تبقى، وأهلنا في غزة الذين يدافعون عن أنفسهم، وليس لهم إلا أن يدافعوا عن أنفسهم من أجل أن ينالوا حريتهم. هذا أولا. الأمر الثاني، في المعطى السياسي نحن أمام خيارين. الخيار الأول هو أن نستمر في هذه الحرب وأن نستمر في هذا الصراع الذي هو ما في شك دموي، وأنا لا أستطيع أن ألوم حركات المقاومة في أن تدافع عن نفسها، هذا حق من حقوقها، حق من حقوق المحتل في أن يدافع عن نفسه. لكن إذا أردنا أن نناقش الأمر من الناحية السياسية، هناك حرب يمكن أن تحدث بين المجتمع العربي جملة وبين دولة إسرائيل، والواقع أن هذا يعني دخلنا عدة حروب ولم تؤدي إلى نتيجة، ولم نعد قادرين في الوقت الراهن على أن نستمر في هذا المضمون. هناك حل آخر، وهو حل الدولتين أو حول الحل السلمي أو المبادرة العربية للسلام، وبالتالي المملكة هي لا زالت تطرح هذا الأمر. هو خيار بالنسبة لنا كعرب، نحن قبلنا به. نعم، هذا مرفوض من قبل دولة إسرائيل، لكن في المعطى السلمي، في المعطى السياسي، لا نستطيع إلا أن يكون لدينا خيار آخر، يعني إما الحرب أو أن هناك خيار آخر للسلام. فطالما أن العالم ينشد السلام، فنحن نقول للعالم لا يمكن أن يحدث سلام إلا بأمرين. الأمر الأول هو إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة، وحقوقهم العادلة لا يمكن أن تكون إلا بحل الدولتين وفق القانون الأموي والأممي، ليس وفق القانون الحالي. يعني بمعنى أنه يجب أن تعاد المستوطنات التي استحدثت، يجب أن تلغى، يجب أن تعاد الأراضي التي تم الاتفاق في القانون الدولي في هذا الباب. هذا في نعم، وأنتم تقولون أنه من سيفاوض على هذا الموضوع إن حصل هي السلطة الفلسطينية، مش الفصائل اللي هي حماس والجهاد، الفصائل المقاومة اليوم في غزة، في الوقت الذي ثمت من يرى بأن هذه الفصائل أخذت مشروعية من الشعب الفلسطيني بأن تكون هي من تمثله أو تمثل المقاومة، مقاومة إسرائيل على الأقل. شو رأيك؟ لا، المملكة لا تفرض. طبعا مثل ما قال الأخ الأردني، أنا لا أمثل الحكومة أيضا، لكن أنا باحث. أنا أعلم، نعم، نحن نناقش سويا. نعم، أنا أتكلم كسعودي، كباحث سعودي، وأعتقد بأن المملكة العربية السعودية لا تفرض سياساتها على الدول الأخرى. من حق الشعوب أن تختار ما تريد. كانت هناك السلطة الفلسطينية حاضرة، يعني فصائل المقاومة وحركات المقاومة حاضرة، والفلسطينيين هم الذين يقرروا بعد ذلك. السلطة الفلسطينية تم الاتفاق عليها بأنها الممثل للشعب الفلسطيني من خلال تمثيلها عن طريق منظمة التحرير. نعم. التحرير. بالتالي نحن نتحدث عن سلطة معترف بها من قبل الدول العربية، وفصائل المقاومة معترف بها ضمن إطارها الشعبوي، وفي النهاية الفلسطيني هو الذي سيقرر، ونحن لا نريد أن نزايد على الفلسطيني، ولا نريد كذلك أن نتجاوز على حقوقه. ولذلك المملكة حتى في حوارها الأخير مع الولايات المتحدة الأمريكية هي تتحدث عن فلسطين. نعم. وبالتالي لا يمكن أن يقبل محمود عباس بشيء لا تقبل به فلسطين. نعم، أوقفت، ما بعرف، بدنا نسأله لأنه هو قال منذ يومين بأنه يرى بأنه حماس لا تمثل من الشعب الفلسطيني. اليوم ونحن نتحدث هلأ في اجتماع بمجلس الأمن تستخدم فيه الدول حق الفيتو لمنع حصول أي هدنة في غزة لإدخال المساعدات. أنتم كمملكة عربية سعودية، ناشدكم إسماعيل هنية، عم بحكي معك طبعا كباحث سعودي، ناشدها إسماعيل هنية البارحة. اليوم ما شو ممكن تعمل
قائد العالم الإسلامي، يعني في ريادة العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية، ماذا ستفعل من أجل هذه القضية، لا سيما وأنه في قمة يوم السبت في القاهرة؟ يعني كما نعلم أن لقاء بلينكين مع سمو ولي العهد لم يكن يعني لقاءً عاديًا، يعني المملكة العربية السعودية طلبت من بلينكين، ولا شك أنه في الغرف المغلقة يحدث، لا شك أنه يحدث خطاب غير الخطاب الذي نحن نعرفه، أثبتت المملكة أنها قادرة على أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية لا في كثير من المواضيع نعم خاصة في الماضية. فلا شك أنه يعني المملكة لديها موقف حازم. لو تلاحظي سيدتي أن البيانات التي تصدرها وزارة الخارجية، وهي تعبر عن موقف الحكومة الرسمي، بيانات حادة. منذ الوهلة الأولى نحن نقول الاحتلال، منذ الوهلة الأولى ونحن ندين الجرائم البشعة التي تقوم بها إسرائيل. يعني أن الخطاب السياسي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية هو خطابا حادا في هذا الإطار، وإن كان يعني تم إلقاءه بلغة هادئة، ليس بالضرورة أن يصرخ الإنسان حتى يكون خطابه حادا، نعم لكن ألفاظ هي ألفاظ حادة وألفاظ مركزية، وواضح فيها توجه المملكة العربية السعودية التي هي ثابتة عليه منذ عهد الملك فيصل وما قبل الملك فيصل وحتى عهد الملك سلمان. ونحن لا ننسى أن المملكة أسمت القمة العربية السابقة التي حدثت في الظهران باسم قمة القدس، وكأنها تريد نعم أن تقول هذا هو الموقف السعودي أصيل لا نستطيع أن نتجاوزه في كل الأحوال. طيب، سؤال أخير لك لو سمحت. اليوم أوقفت المملكة العربية السعودية مسار التطبيع، اليوم هل تتخوف برأيك المملكة من صعود حركة حماس بشكل أنه هي تشكل إذا بدك دافع لصعود الحركات المماثلة في المنطقة؟ سيدتي دعيني أضبط الأمر قانونيا. نعم ترى إحنا واقفين في الفخ الذي سربته إسرائيل. نحن نستخدم مصطلح تطبيع. قبل أن نستخدم هذا المصطلح علينا أن نستخدم مصطلح اتفاق السلم. المملكة العربية السعودية في أي مفاوضات اليوم مع دولة إسرائيل كما هي الدول العربية يجب أن يكون بينها مفاوضات من أجل السلم، كما وقعت مصر، كما وقعت الأردن في وادي عربة وغيرها. نعم بعد ذلك تأتي مرحلة التطبيع. مصر وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل لكن لم يحدث هناك تطبيع، التطبيع أمره شعبي ليس حكومي. الأردن وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل لكن لم يحدث هناك تطبيع. الإسرائيليين من خبثهم هم أرادوا أن يمرروا هذه الحالة لكي تصبح بعد ذلك في لساننا ونتحدث عن التطبيع. نعم فبالتالي الأولى نحن لا نتحدث أبدا عن التطبيع. أي مفاوضات يمكن أن تجري بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحدث عن اتفاق سلام، وهذا الاتفاق السلام لابد أن يكون وفق المبادرة العربية التي أعلنته المملكة العربية السعودية وهي لا زالت مصممة عليه. هذا أولا. بس ألم الأمر يتحدث ولي العهد عن تطبيع بمقابلته الشهيرة بفوكس نيوز؟ لا بأس، يعني هذه اللغة أصبحت دارجة، لكن أنا الآن كباحث نعم كرجل مصطلحي أكاديمي أحب دائما نعم وأنتم في العلم يجب أن تركزوا على هذا الأمر. صحيح. أنا يجب دكتور أن زيد تتبنى. خليك معنا لو سمحت، بس بدي أقول لك خبر هلأ أجا عاجل، ونعم نشوف صوره مباشرة على الهواء. متظاهرون يهود من داخل مبنى الكونغرس، أوقفوا الحرب والشرطة تعتقل عددا منهم. إذا هذه الصور التي نشاهدها هي من أمام الكونغرس الأمريكي في واشنطن، لمتظاهرين يهود يحاولون الدخول أو دخلوا مبنى الكونغرس دخلوا إلى مبنى الكونغرس في الباحة الداخلية كما نرى في الصور ليهتفوا أوقفوا الحرب. وهذا يعني بحد ذاته دليل ومؤشر مهم جدا في معركة الرأي العام العالمي يلي فشلت فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من فرض سرديتها على المعركة الحاصلة والحرب الحاصلة في قطاع غزة. بدي أرجع لك دكتور، عم تسمعني؟ نعم 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 معك. كنا عم هذا نحكي يؤكد ما تقوليه بأن هذه المعركة انتصرت فيها الشعوب على الأنظمة، كل الأنظمة نعم انتصرت فيها الشعوب، انتصر فيها الدم كما يقال على السيف، وانتصرت فيها المقاومة والمدنية نعم والإنسان البسيط في غزة على كل هذا الظلم وهذا التوحش، وبالأخص في الغرب الصهيوني المقاومة للأسف. المدنية انتصرت؟ لا، المقاومة العسكرية انتصرت، حماس انتصرت ولا لا؟
المقاومة، لست ضد حركات المقاومة في كل الأحوال، نعم والمقاومة مشروع. أنا قلت لك أنني شخصيا أنظر إلى حماس بأنها حركة مقاومة، بالتالي أنا لا أصنفها ضمن الإسلام السياسي. نعم عندما نتحدث الآن في هذا الإطار فكأننا نتحدث عن حركة يعني مستقلة، هم في حالة مقاومة، هم لهم تصنيفهم الخاص، لهم إدارتهم الخاصة، لهم حياتهم الخاصة. نعم أنا كبحث مستقل أقول حضرتك هذا الكلام. كباحث، نعم، وأنا كنت عم بسألك رأيك كيف تنظر إلى حركة حماس على أساس أنها مقاومة من منطلق أنك كباحث مستقل. نعم، لكن هي نعم فكرة، أنت سألتي هل ستكون مؤشر لعودة الإسلام السياسي؟ نعم موضوع الإسلام موضوع مختلف في كل الأحوال. نعم عندما نتحدث عن حركات المقاومة في أرض محتلة لا نستطيع أن نناقشها كما نناقش مثلا حركة الإخوان المسلمين في مصر. نعم فحركة الإخوان المسلمين في مصر لها سياقها وبالتالي التي هي لها وبالتالي لها مشروعية القتال ولها مشروعية التمثيل بصفتها مقاومة، عم تقول؟ لا بأس، الفلسطينيين هم الذين يختاروا من يمثلهم، نعم ونحن نقبل من يمثل من يختاره الفلسطينيون، نعم لا نريد أن نزعم على الفلسطينيين أبدا.